الراجل ده بتاعي، ما ينفعش ان انا افرط فيه. ربنا معانا ان شاء الله. انا كراجل مدير محل ما اقدرش ان انا افرط في اي عامل، لان العامل دوت هو ايدي ورجليه في المحل، ما ينفعش ان انا افرط فيه، وفي نفس الوقت بديله حقه تالت ومتلت. من ساعه ما بدا الحظر واحنا بنقسم نفسنا 15 و15، اما بالنسبه لورديه بالليل فهي اتلغت خالص، ونفس هو المرتبات ما تتصرفش في اي حد من العمال، لان العمال دي قوه المحل، ما اقدرش استغنى عنها. في نفس الوقت بقسمهم 15 و15 عشان ده 15 وده 15، في نفس الوقت هي المرتبات، هي كل حاجه. هنعمل ايه؟ دي حاجه غصب عننا، ده امر واقع فينا كلنا. اما بالنسبه للكنافه والقطايف هي اسعار السنه اللي فاتت، في بيع وفي بيع، بس مش زي الاول خالص. نسبه 25 30% من نسبه البيع، ما بقتش زي الاول خالص، عشان خاطر البلد واللي احنا فيه لازم نخلي بالنا من بعضينا. المسؤولين كل الشركات اللي هي بتفرط في اي راجل من رجالتها، الراجل دوت بتاعها اول وثاني وثالث، الراجل ده بتاعها ما ينفعش يفرط فيه في وقت زنقه. زي ما شالك في الوحشه تشيله في الحلوه، زي ما شالك في الحلوه تشيله في الوحشه. تعب معاك وقاسى معاك وعانى معاك، فلازم برضك انت تعاني معاه وتقاسي معاه، لازم تقف جنب منه زي ما هو واقف جنب منك في كل ناحيه. ربنا يستر علينا وعلى البلد كلها، مش احنا بس، البلد كلها كمان، لان اللي بيحصل دوت غصب عن اي بشر، مش عننا احنا بس.